منك انك هتكتب سر من اسرارك وهتحطه جوه الظرف وهتقفل الظرف وبعد كده هتحط الظرف في الصندوق وهتدخل رحلتك في السرداب. بسم الله الرحمن الرحيم. حاسه بايه؟ حلو كتير؟ لا كتير حلو. بيتك رشا بليز وكتير كتير. استني عندك. اوكي. انت في المرحلة الأولى عندك 3 سبايك. المطلوب منك ان انت تلاقي الثلاث سبايك دول في 5 دقايق بس. اوكي. وعلى ظهر كل سبيكه رقم. هتقولي لي الرقم هقول لك السؤال. وخلي بالك ان انا ممكن اعطلك علشان وقتك يضيع منك واكشف سرك للجمهور. ماشي يا رشا ماشي. انا شايفه كراكيب كتير لازم ادور هلا. جاهزه؟ يلا. على بركه الله. ابتدي. لازم ادور على السبيكه. المفروض ايه؟ ميتين؟ هي بتضيع اسرع من كده. لحظه لحظه خليني بسرعه. انا بحب الجرايد. روقي. واو لقيت وحده عليها رقم 6. انت بتتعاملي ازاي مع الاشاعات اللي بتلاحقك؟ بقراها مرات بضحك وخلاص يعني يعني ما تهتميش بالموضوع. المرايه اللي قدامك دي ممكن تبصي فيها؟ طبعا. شايفه مين قدامك؟ زوزو. طيب انا هقول لك على مكان السبيكه، بس الاول هطلب منك تبصي في المرايه وتقولي لي ايه الحاجه اللي مش عاجباكي في رزان مغربي. لو هتكلم طبعا على الشكل يعني سبحانه ربنا تعالى هو اللي بيديه لنا، ف يعني بعتقد انه انا راضيه وقنوعه يعني، بقول الحمد لله على كل حاجه والصحه طبعا اهم شيء. وبس مرات بقول مثلا هيك لو عندي يعني شعر قصير اعمل لون اسود ده على سبيل الشكل. طيب ما ده في ايديكي يعني. بس بخاف. وبتعرفي شو، والدتي كثير بتحبني بلوندايا، ف لهلا هيك محافظه على هذا اللون. طيب انت عملتي عمليات تجميل قبل كده؟ بس ممكن اعمل بعد كده. لا ما لحقت بعد، بس بكره طبعا حعجز ويعني في اشياء ما حتكون بقى موجوده بمكانها، فحاعمل اشياء لذيذه تخليني استمر بشغلي، واذا يعني الشخص اللي بحياتي هيك يعني انا وياه نكون مرتاحين، بس انه انا بدي اكون اكثر شيء مرتاحه بشكلي كرمالي انا. بس مش عايزه اكون مهووسه يعني في الموضوع. طيب في ناس كتير قوي بيقولوا ان انت عملت عمليات تجميل قبل كده. إيه مين هو الناس؟ يعني انت هترد عليهم بايه؟ جمهور؟ لا الناس بتقول كده. شو انت عم تعطليني هلا؟ طبعا بعطلك. طب لازم كمل. تروح منك. حرام عليك، لازم كمل. جيب السبيكه. او هاي وحده تانية. ما هي دي بتاعت المرايه اللي انا كنت هقول لك عليها. انت هيك بعد في وحده ثالثه. يلا فاضل لك سبيكه. رزان. رزان حد يقول شيء؟ ايه وين السبيكة؟ حبل المشنقه اللي انت عديتي من جنبه. ايه لحظه تحطي مين فيه؟ كل الناس الشريرين لازم يتشنقوا. زي مين؟ لا الناس الشريرين بقى الطيبين مش يعني. مين في حياتك مضايقك ممكن تحطيه في المكان ده؟ لا انا ما يعني لا هم ما حدا بيضايقني انا، بس اسرع لازم كمل. وقتك بيعدي والخمس دقايق هيروحوا وسرها هيتكشف. يا الله وين السبيكه الثالثه؟ خلاص خلص الوقت؟ خلاص بيخلصوا. طب شو؟ لقيتها. وقتك خلص في المرحله الاولى. لا يا حرام. انت دلوقتي هتعدي للمرحله الثانيه. او ماي جاد. ادخلي. لحظه شوي روقي. بسرعه. لا ده بجد. اوكي لازم عرفت. رزان. ايه حبيبي؟ انت دلوقتي في المرحله الثانيه. اوكي اسمعيني الاول. اوكي قدامك بحيره مطلوب منك تعديها. ايه في 4 دقايق. انت شكلك بقى فهمت الموضوع يعني، مش شرط اكمل ولا ايه؟ لا والله انا عم بجرب بس اوصل لك لان اشتقت لك كتير. طيب اسمعيني، عايزاك تعدي البحيره دي في 4 دقايق. ايه هحاول. بس قولي انت بتعرفي تعومي ولا لا؟ اكيد لا، بكره العوم كره العمى. تكرهي العوم؟
طب ايه رايك بقى ان انا عارفه الموقف اللي خلاكي تكرهي العوم؟ لحظه شو؟ انا عارفه الموقف اللي خلاكي تكرهي العوم. انا بقى هموت اللي قاله لان انا بعرف مين حبيبتي انت. عايزه اسمعه منك. اوكي احكي لي بقى. بصي كنت صغيره عندي 3 سنين بس يا ريت اسرع من كده عشان الاربع دقايق بيعدوا. اوكي شو بنعمل هلا؟ لازم تعدي بالوقعه بس جاوبيني الاول. احكي لي يلا ايه اللي خلاكي تكرهي العوم؟ روقي هقول لك كل شيء. طب يلا اسرع خلي بالك. خلي بالك هتقعي. قولي لي بقى استني عندك استني عندك. هاي مهضوم هيدا. قولي لي بقى شو اسمه؟ ايه حبيبي مامي كانت بحكايه البحيره الغريبه هاي صغيره. افتكرت انه انا لازم لو ترمتني في البحر هعرف اعوم. طلعت انا من الجزء اللي العيال لما بيترموا في البحر بيشربوا كل الميه اللي في البول. فالحمد لله اللي انتبهت انه انا لازم تشيلني. طيب انا جبت لك الكلب الجميل اللي قدامك ده وعايزاكي تجيبي لي السبيكه اللي عنده. هو عنده سبيكه؟ ولازم تجيبيها من عنده. بلعه؟ طبعا من جنبه. هو ممكن ما اعرفش هياكلني؟ لا خلاص بس ما يمكن هو اكلها. طب هاتها وننصص مع بعض. هبيعها؟ هي انا اسفه ببص. اسرع ما هو يمكن قاعد. دوري على السبيكه جنبه اكيد هتلاقيها. هاي هاي يا حبيبي انت يا قمر هاخدك معايا في كل البرامج بتاعتي. فوت فوتي يلا ياي. بس انا عايزه اغير ديكور السرداب ده رشا. بصي مش فينا نعمل اشي احلى. مهضومه هيدي بنت. اسمعيني شويه. أوكي. ايه رايك في الصندوق اللي جنبك؟ يعني فكرت بالشنطه والجزمه صراحه. اول ما شفتهم هم دول. يلا يا حبايبي كلنا مع بعض. انت بتخافي منهم؟ لا انا بتعرفي شو عملت مره؟ عملت اعلان كان فيه بقى الكبار جدا رشا بجد تعابين كبيره كبيره. وبعدين لا وبعدين في واحد كان جاي لسه واكل مخلص الفطار بتاعه. فالفطار بتاعه عارفه هو التعبان عامل كده بعد كده منفوخ بعد كده عامل كده. فالفطار بيفضل طبيعي. عاطينه حرام ارنب لبا نهرت كتير بس هو صغار يا حرام مش بتوكلوهم. طيب انا هطلب منك ان انت تحطي السبيكه بايدك جوه الصندوق ده. انا عليا ليكي انا بس كده. تسلمي لي عينيكي. يا رب. كانوا بيقولوا ايه بالافلام بتاع المولد كده؟ يا كريم يا معين. بصوا احنا تعبين زي بعض. كونوا لطاف. هاي يلا خدوا انبسطوا. انتوا بقى جيبوا فيها. سوري 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 انا ما كانش قصدي. بس انت جريئه قوي على فكره بجد. مش عارفه اجيب لك ايه تاني. لا خلاص ممكن تدخلوا لها بقى خفاش. لا صوتك عم بقرب. لحظه وين صرتي انت؟ لا خليكي عندك. قولي لي بقى الرسومات اللي قدامك على الحيطه دي بتفكرك بايه؟ الابراج. انت قلتي لي ان انت برج الايه؟ أسد. الاسد. هيدا انا هون. طيب يا جماعه بقى هاتوا لها اسد. لا لا انا برج السمكه. هيخش الاسد دلوقتي. احكي لي كده عن صفات برج الاسد. طيب كتير عكس ما هو ببين. صحيح عنده هيك شعر كتير مثلي انا بس هو كتير قلبه طيب وببين للناس انه هو يعني مقطع وكده بس هو طيوب. هو يعني منظر اكثر من انه هيك فعل شرير. وحلو بحب القياده بحب هيك يعني وين ما بفوت بيعمل اسد. ايه رايك اقول لك شويه صفات وتقولي لي موجوده في رزان ولا لا؟ يلا ماشي. طيب حب التملك.
لما كنت صغيرة كان أكتر من هلأ، هلأ لا. رومانسية كتير، هلأ بتزيد، عم بتزيد بتزيد. الخبص ما بحب كون خبيثة، والناس بيعرفوا من شكلي إنه لأنه الخبيث بيبقى عنده تقاعيد وبيبقى ممل وحياته صعبة وعن جد بيعجز قبل التانيين لأنه بيفضل كده قاعد بيحسبها. خليها على الله. الغرور طبعا يا رب، يعني الله يبعد الغرور عنا طبعا. لا يعني أنا بحس أنا بحب اللي أنا بعمله وبحب أنجح في اللي أنا بعمله، ولما بنجح بسعد. فبس بعيدا عن الغرور، لأن الغرور يعني طب أنا لو نجحت ليه أتغر؟ يعني لا بالعكس، بحاول أكون بسيطة على قد ما بقدر. وهنا بفتكر حاجة قالها لي بابايا، يعني الله يطول لي بعمره يا رب، قال لي لو أنت عايزة تكوني نجمة، أول ما بدأت في التلفزيون قال لي كوني نجمة بس ما تكونيش بعيدة عن الناس، بعد النجوم عن الناس. يعني كوني نجمة أوكي بس كوني قريبة منهم. فدي كلمة أنا بحبها كتير من والدي، بجر تحية كتير بابا. تعال شوف شو عم يصير فيهم رشا. وأنت فعلا قريبة من قلب جمهورك جدا حبيبي رشا. ببعت لك بوسي من المكان الصعب اللي أنا فيه. كانت معكم رزان المغربي من سرداب القصر. باي باي. نرجع للاستوديو. أنت قدامك ثلاث صناديق. الثلاث صناديق بمراحل عمرية مختلفة، الطفولة الشباب والشيخوخة. تمام. قبل أي حاجة، أنت شايفة نفسك في أي مرحلة من الثلاثة؟ لا السؤال بيختلف، لو في الخبرة فأنا في الشيخوخة. طيب أنت بتحبي أي مرحلة من الثلاثة؟ الطفولة. مرحلة الطفولة بتحبيها؟ وبعدني طيب. عايشتها على فكرة، لازم يعني أطلع منها بسرعة. طيب كلميني شوية عن طفولتك. لا حلوة كتير، كنت كتير على فكرة لما كنت صغيرة، دي حاجة حلوة عايزة أقولها لك. كنت بتفرج على أفلام فيروز قطقوطة، وخاصة فيلم ذهب، وكان بجد فيه شبه كتير كتير من فيروز. فأخدت قرار في البيت أنه أنا مش هرد على أي حد بيكلمني إلا لما يندهولي باسم قطقوطة. فتلاقي ماما أنا قاعدة قدام رزان حبيبتي مثلا، طفي التلفزيون، رزان حياتي، قومي ادرسي، ما برد. لو قلت لي قطقوطة ماما يلا نروح ننام بكره عندنا مدرسه، رد. فهيدي كانت طفولتي وبحبها كثير، ولبست ثيابها وغنيت اغانيها وبالمدرسه كنت اعمل هيك، كنت بحبها كثير. وجهلها تحيه كثير كبيره، رائعه الست فيروز الممثله المصريه. اكيد طبعا فيروز جميله جدا، بس انا هطلب منك تغني اغنيه. طب اللي وهز الدرابوكا حرقص لك فشرت كاريوكا، طب اللي وهز الدرابوكا حرقص لك فشرت كاريوكا. والاستعراض كله حيتبع بس جوه في القصر. لا برافو برافو. عندك مفتاح في صندوق من الثلاث صناديق؟ عندي مفتاح موجود في الصندوق من الثلاث صناديق، في واحد نص مفتوح. لا اسمعيني الاول، مفيش مفاتيح. بس انا عايزه احذرك بس من حاجه بسيطه كده، يعني علشان انا حبيتك جدا وبحبك قوي قوي قوي. اي لاف يو تو، وخايفه عليكي. في صندوق منهم مخرج بلغني ان في خفاش. في خفاش. وفي صندوق هو بيقول في فار او صرصار حاجه زي كده، فانا ما اعرفش بقى انت حظك هيكون مع الخفاش ولا الصرصار. مفيش صندوق فيه ورده، صندوق فيه سندوتش، صندوق فيه لا في واحد فيه مفتاح. في واحد فيه مفتاح. فده المفتاح اللي هيخرجك من عندك وتيجي عندي هنا في القصر. واحده واحده. يا الله. شفتوا المفتاح؟ انا جامده. لو جالك فارس احلامك وانت بتحبيه بس مش هيقدر يعيشك في قصر، ولو جالك واحد تاني انت مش بتحبيه بس عنده قصر، هختار الاول. هتختاري مين؟ اكيد هلحق قلبي، لانه ممكن بعد كده القصر يتقلب الى جحيم وكون عايشه معه ايام كتير سيئه، وممكن الدنيا الكبيره الواسعه لو انا بحب واحد تنقلب قصر، لانه احنا متفقين مع بعضنا وبنحبه، كون متفاهم انا وياه، ويعني هيك البساطه احلى شيء بالدنيا. وطبعا في غنيه كتير حلوه للشحروره، سبوحه بجلها تحيه كتير كبيره. عالبساطه البساطه يا عيني عالبساطه، قديش مستحلي يعيش جنبك يا ابو الدراويش. تغدى
ابني وزيتوني وتعشيني بطاطا، مش لهالدرجة يعني. لا جميل يعني. جدا بجد. طيب في إجابة سؤال أنا سألته لك جوه عند حوض الدم وقلتي لي أنا هجاوبك عليه لما أجي عندك. لحظة أنا عايزة السبايك بتاعتي، لحظة أنت هتقعدي تدخليني في متاهات، أنا عايزة الثلاث سبايك الذهب وسبيكة وولف لأن وعدته فيها. أنا هديهم لك. لا هيجي يخبط عليا بكرة قدام في العمارة. لا أنا هديكي هدية. واكلة عليا سبيكة الذهب. لا 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 انت احتفظتي بسرك النهارده معايا وعلشان كده انا متضايقه جدا جدا ان انا مش هعرف السر ده، فانا ناويه اديكي هديه. اوكي بيرفكت ثانك يو. بس الاول قولي لي اجابه السؤال اللي انا سالته لك. لا طبعا الدم العربي دم كتير غالي، احنا شعوب عندنا ثقافه، وخاصه لو هتكلم على مصر انا جدا سعيده اني اكون في البلد ده وسط المصريين، لأنه المصري هو أقدم بني آدم على الأرض وأقدم حضارة، فلما بتشوفي إشياء عبتأذيك على التلفزيونات كتير بزعل، وخاصة لما بكون الطرفين مصريين. فأنا سعيدة أنه سألتي هذا السؤال لما وصلت لعندك، لأنه هذا موضوع كتير بيألمني وبيحزنني، وبدي أتمنى الخير لكل الشعوب العربية، وبدي أتمنى الخير لمصر بالتحديد ولبلد لبنان ولسوريا كمان، لأنه أغلى شيء بالحياة هي الروح وهي الحياة، فلما نفقدها يعني هذا شيء منظر كتير كتير مؤسف. ومصر محروسة، وإن شاء الله كل الدول العربية محروسين، لأنه هن كانوا مهد الحضارات ومهد الديانات. فأنا دايما مرات بيمرق بأيامنا أوقات صعبة كتير، برجع بتطمن، لأنه بالآخر أكيد هذه المنطقة رح تنتعش وتزدهر، وهذا اللي بتمناه من كل قلبي. طيب رزين أنت نورتيني النهاردة، وكنت ضيفة جميلة جدا، وعديتي معايا التحديات وكسبتي. أنت عارفة كسبتي إيه؟ لا انا مبسوطه ان انا كسبت شوفتك والجمهور وجيت لعندك وزرتك يعني. طب انت عارفه الهديه ايه؟ انا اللي بدك اياه حاجه مختلفه خالص. اوكي تتوقعي ايه بقى؟ طيب ما اعرفش بقى، ممكن اخد وولف معايا يطلع لي، اخد العيله بتاعت وولف، اسدين تعبين. ديناصورين ماشيين ورايا. انا بدي حمايه على فكره، الاوقات بقت صعبه على فكره دلوقتي. طيب تمام، انا عرفت ان انت بتحب مصر قوي. مية مية بنت بلد من شبرا. ايوه بقى. طيب انا هديكي هديه. ثانك يو. ايه رايك تيجي ناخدها مع يلا بعض؟ يلا اكيد. يلا. شيء له علاقه بمصر. بهديكي الكره دي. اه هديه مني ليكي للبرنامج. يا سلام. اطلب منك. ثانك يو ثانك يو. اشكرك. شكرا. وعلاء ايجيبت وين الكاميرا لك؟ شو حلو. بس عايزاكي تنططيها بقى من هنا لغايه ما طب تمشي. ما تيجي نعمل دوري انا وياكي. لا لا انا هقف هنا واتفرج عليكي. بدي اشكرك كتير رشا. ميرسي رزان. ثانك يو فيري ماتش. بدي وجه تحيه كتير كبيره لكل عشاق الكوره بمصر ولكل الانديه. الاهلي والزمالك والاسماعيلي والمصري وكل الانديه، وبتروجيت وحرس الحدود برضو، كل الناس. ميرسي رزان. بحبك كتير. ميرسي بحبك كتير. باي باي. جود لك. جود لك. رزان مغربي قدرت تحتفظ بسرها النهارده، يا ترى ضيف الحلقه الجايه هيحتفظ بسره ولا لا؟